انتقل إلى رحمة الله تعالى الصحفي السابق بيومية الوطن إلياس سحار اليوم بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 68 عاما حسبما علم لدى أقاربه. وقد ولد الفقيد وهو أب لطفلين في 11 ديسمبر سنة 1953 بالجزائر العاصمة، وتخصص خلال مساره الصحفي في القضايا الاقتصادية لا سيما قطاع الطاقة والمحروقات، وقد مارس الراحل الصحافة بعدة صحف منها المجاهد، الوحدة، لومتان. وفي سنة 1998 التحق بيومية الوطن وتولى فيها منصب رئيس القسم الاقتصادي ابتداء من 1999، وبعد تقاعده سنة 2013 ظل الفقيد ناشطا لا سيما عبر مساهماته في بعض الجرائد والقنوات التلفزيونية.